السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك إن شاء الله علينا وعليكم. قمة ما وصلت إليه الحضارة البشرية هذا اليوم هي النظرية القائلة بحكم الشعب لنفسه التي نظر لها جان جاك روسو، وهي نظرية الديمقراطية. هل هذه النظرية تتضاد وتتعارض مع النظرية الإسلامية؟ أصلا السؤال الذي يطرح، ما هو شكل الحكومة في المنظور الإسلامي؟ يعني كيف الإسلام نظر للحكومة؟ هل هي عن طريق أن يختار الشعب حاكما له، أو عن طريق الشورى، أو عن طريق جماعة من أهل الحل والعقد، أو عن طريق التنصيب الإلهي؟ هذا ما يطرح في هذه الحلقة ويناقش مع جناب الأستاذ المتخصص رئيس مركز العراق للدراسات الأستاذ الدكتور محمد صادق الهاشمي. إذن دعوني أرحب بكم في أول هذه الحلقة، وأرحب بأستاذي وضيفي الدكتور محمد صادق الهاشمي. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نبدأ هذه الحلقة على بركة الله بعد فاصل قصير. فاصل ونبدأ، ابقوا معنا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى. ارحب بضيفي سماحه السيد محمد صادق الهاشمي الاستاذ الدكتور. سيدنا، بدايه في بادئ ذي بدء، لما تنتقدون النظريه الديمقراطيه؟ ما هو العالم كله ماشي على الديمقراطيه الان. لا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ابارك لكم شهر رمضان الفضيل وللامه الاسلاميه ولاهل غزه، واسال الله النصر للاسلام. نحن مع الديمقراطية بالمعنى الصحيح والإيجابي، وهو رأي الأمة بما لا يتعارض مع رأي الله سبحانه وتعالى، وضد الديمقراطية الغربية التي أشبعت تمام الإشباع بعناوين الإباحية وعناوين التمرد على الإسلام وعلى السماء وعلى القيم وعلى الشريعة الإسلامية، و جعلت واجهة وغطاء لكثير من الانحرافات الفكرية والسياسية. هذه هي الديمقراطية الغربية التي لا قيم فيها ولا عدالة فيها، وتتبنى النظام الرأسمالي وتحتقر الشعوب. يا أخي تعال معي، نحن مع الديمقراطية. إيران دولة ديمقراطية، ولكن ما هي الديمقراطية الأمريكية التي أنشأت لنا حربا عالمية؟ أقصد أيضا الديمقراطية الأوروبية الأولى التي قتل فيها 20 مليون. أين الديمقراطية الأمريكية من حرب فيتنام التي قتلت فيها 5% من سكان فيتنام؟ أيضا هي أين الديمقراطية التي يقتل فيها شعب اليمن وغزة وأفريقيا والصومال وإيران، وتستباح الدماء يوميا، ويقتل الشعب الإيراني ويحاصر، والشعب الفلسطيني الآن يذبح، و30 ألف؟ هذه مو ديمقراطية. نحن ضد هذه الديمقراطية، لأن ديمقراطية ظاهرا وواقعا هي عصابات تريد أن تمرر جرائمها. أما الديمقراطية الحقيقية حكم الشعب بما لا يتعارض. جيد، وأنا أتحدث عن حكم الشعب لنفسه، هي هذه أصلا محور الكلام. هذه النظرية لا نجدها موجودة في التنظير الإسلامي. لا موجودة. شوف يعني مثلا وين؟ مثلا هل نصب خليفة من خلفاء المسلمين باستثناء علي عليه السلام بحكم الشعب؟ هل يعني الشعب هو من نصب الخليفة؟ شوف أستاذ، احنا عندنا ثلاث دول، عندنا الدولة الإسلامية إلى ثلاث تجليات. الأولى هي دولة المعصوم اللي يقيمها الإمام علي، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في حال ظهوره. فترة من الفترات هي دولة النبي صلى الله عليه وسلم ودولة الإمام الحسن، الدولة التي يقيمها المعصوم وعلى رأسها قيادة المعصوم تقال دولة المعصوم، ونحن جميعا نسير بعقيدة الظهور لدولة المعصوم لتكمل دولة النبي صلى الله عليه وسلم ودولة علي بن أبي طالب. هاي دولة معصوم، اللي يقودها معصوم. في حال غياب المعصوم في غيبته، هل تتعطل الأحكام الشرعية وينتهي أمر إقامة الدولة؟ لا، تقام دولة وهو نائب المعصوم
ما يقال عنه الولي الفقيه، دولة الولي الفقيه الموجودة في الجمهورية الإسلامية. جيد، حتى دولة، السؤال حتى على دولة الولي الفقيه، هل شكل هذه الدولة ديمقراطي أم أنه اختيار من جماعة من أهل الحل والعقد؟ هسه أجاوبك. أو تنصيب. الدولة الثالثة هي الدولة التي لا يرأسها ولا ولي فقيه بسبب التباين المكوناتي في الأديان وفي الأعراق وفي المذاهب، يصعب لأن ولاية الفقيه يراد لها انسجام مذهبي، كما هو في دولة العراق ممكن أن نسميها الدولة العادلة. الدولة العادلة هي دولة فيها دستور يجمع مكونات الشعب، تؤسس دستورا لا يحل، يعني لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وثوابتها، ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا. في دولة المدنية وفي الدولة، يعني دولة العادلة ودولة المعصوم، يجب أن تتوفر الديمقراطية بمعناها حكم الشعب، وفي دولة المعصوم أيضا حكم الشعب بلحاظ حكم الله سبحانه وتعالى. يعني دكتور، دكتور عفوا عفوا، وحدة وحدة علي، علي كيفك. هسه اعطيتني مجموعة من العناوين كون أوقف عليها عنوان عنوان. خل بس 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 أكمل ولا عنوان. عندنا منطقة اجتهاد، الشهيد الصدر يقول وكو منطقة فراغ، منطقة منطقة نص، هذا نص إلهي من القرآن أو السنة لا اجتهاد فيه، هذه أحكام ثابتة، حلال رسول الله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. نعم في منطقة الفراغ، في زمن النبي ما كان أكو مصارف، في زمن النبي ماكو سيارات حتى أكو نظام مروري، في زمن النبي ما كان أكو طيران حتى أكو نظام ملاحي جوي، في زمن وهكذا. هذا منطقة الفراغ يمليها الفقيه وتؤسس أحكام عقلائية فيها يؤخذ رأي الناس وما تتبانى عليه الناس. مثلا النظام المروري الآن القائم ما يقدر أي فقيه أي خالفة أو يحرمه، هذا متبنيات أمة، متبنيات ناس، هذه تبنتها العقلاء، هذه سارت عليها العقلاء. هكذا سعة الشوارع، تقطيع الشوارع، الخدمات العامة، المجاري، البريد، الكذا، تجد الفقيه يطيح هذا النتاج الإنساني، وهكذا في التشريعات الدستورية. إذن في التشريع الإسلامي ماكو تعارض. نعم أكو ناس هو لله، انت ما تقدر تخالفه بعد، اذا قال هذا حرام يعني حرام، واذا قال حلال يعني حلال. بعض الاحكام الوضعيه تعارض بعض الاحكام الالهيه. اي طبعا، نحن هكذا نقول، نحن نؤمن باقامه الدوله الاسلاميه. الكعب الاعلى، نحن نؤمن باقامه الدوله الاسلاميه، سواء كانت دوله معصوم وهي قطعا دوله النص الالهي، ودولة ولي الفقيه دولة النص الإلهي لكن بها منطقة نص ومنطقة فراغ، ودولة المدنية وهي الدولة العادلة لا تعارض دائما، وهذا ما أثبتت النجف الأشرف في كتاب الدستور 2005 أنها تقبل هذا الدستور بشرط أن لا توجد فيه نصوص تحل حراما وتحرم حلالا في نص الدستور، والعلوية للنصوص الشرعية. هذا هو الدليل، بدليل أنت روح أقرأ أي دستور في الدساتير العالم العربي مو القوانين، تجد أنها لا تتجرع على أن تسن أو تشرع قانونا يخالف الشريعة الإسلامية. جيد دكتور، إذن إحنا عدنا عمليا أكو مخالفات واضحة للدستور وأكو مخالفات واضحة للشريعة. إلى الآن إحنا قانون، يعني قانون القوانين الاجتماعية، التبني وما إلى ذلك والحضانة تخالف الشريعة. شوف أستاذ، إن إذا إحنا نتكلم عن تطبيق القانون والنص الإلهي في المجال السياسي هذا كلام، أما في مجالات أخرى في الحقوق المدنية الجنائية المسائل الأخرى هذا كلام آخر، أنا أتفق معك. في الجانب السياسي قلت لك عندنا ثلاث دول وهذه شرائطها، إذن في كل المساحات تجد أن الإسلام موجود ويؤمن وجود نظام إسلامي بالحد الأدنى والأوسط والأعلى. أما في القضايا الجنائية، في قضايا الحقوق، في القضايا المدنية، في القضايا الأخرى، نعم يوجد اختلال بالمنظومة التشريعية بشكل بنسبة كبيرة. نعم مثل عقد الطلاق ما يتغير،
ولا عقد الزواج يتغير، لأن يعني الآن عندنا قوانين في العالم العربي أو الإسلامي تقول أن الرجل يقترن بالمرأة من دون عقد شرعي. لا، هاي ثوابت، هذه موجودة دكتور. لكن تسمع تسمع لي بس أكمل، حضانة الطفل، الطلاق، العدة، ما يقدر يتدخل بها القانون الوضعي العلماني. نعم، هناك تدخل في قضايا أخرى، في مساحات أخرى، اللي هي هاي تركت، اسمح لي، هاي تركت الأنظمة العلمانية اللي زرعها الغرب بعد الحرب العالمية الثانية ليؤسس هذه القوانين اللي هي أنت تتحدث عنها تعارض. ومثل أضرب لك مثل عبد الكريم قاسم، لما أراد أن يشرع سيد محسن الحكيم اعترض على عبد الكريم قاسم، لأن أراد أن يقيم نظام قانون مدني، بمعنى المرأة تطلق الرجال، وانت قيس على هذا في قانون الأحوال الشخصية. هذه قوانين وضعية، هذه زرعها الغرب. أما أنت تتكلم عن الإسلام، الإسلام لا، الإسلام سواء في دولة المعصوم أو دولة ولي الفقيه نائب المعصوم أو الدولة العادلة التي المرجع هو يشكل القاعدة الأساسية بها، والتشريع لا يتعارض مع التشريع الإلهي، التشريع الوضعي لا يتعارض، لا يوجد أي. جيد دكتور، أنا ما أريد أخوض بجزئيات أكثر. نعم. لكن أنا حقيقة أتوقف عند مصطلح اللي جنابك أطلقته، الدولة العادلة اللي ما يتعارض الدستور مع الشريعة. دكتور عندنا مثال واضح جدا، الشريعة حل لكم مثنى وثلاث ورباع، فكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الآن القانون الوضعي يجرم أو يحرم لا أقل الزواج بأكثر من واحدة. لا، هذا مو تحريم، هذا تنظيم قانوني. سمي تنظيم قانوني وخلي أسمي تحريم. لا، شوف، أكو فرق. أن الشريعة أجازت لك مثلا وثلاثة ورباع، وفي العقد الآخر أجازت أكثر، هذا الشريعة أجازت، لكن لظرف ما يحق للقانوني أن لا يقول هذا لا يجوز، لا، أن ينظم. على سبيل المثال الآن في إيران ما يقولون أن النص القرآني إحنا نقدر نخالفه ونقول ماكو مثنى وثلاثة ورباع، يجب الاكتفاء بواحدة. لا، يقولون يشترط رضا الزوجة الثانية حتى لا تحصل مشاكل. وهكذا الزواج من الأجنبية، خروجه ودخوله بإذن، لأن أكو مشاكل حصلت، وهي حقوق ناس كنت نحفظ. الإسلام أجاز أربعة، بس بالنتيجة أنا أمام مجتمع تحصل عندي مشاكل، ويحصل قتل، ويحصل يعني يتب لو عنق النص الديني أبدا، ما بي أي لا 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 لا، ماكو نلوي العنق. أقول أكو مساحة، مو انت قلت لك المساحه متروكه لرجل القانون لو رجل الدين، منطقه الفراغ متروكه حسب الفرض المفروض لرجل الدين، للمشرع، للمرجع، من يجي القاضي يروح للشريعه ماذا قالت، ما وجده في الشريعه نص. واضح ان القانون العراقي مستند على كتاب اللمعه للشيخ الشهيد رحمه الله عليه، واللمعه من الكتب القديمه، وواضح مخالفة الدستور العراقي للمعة. جنابك دارس لمعة وأنا أيضا دارس لمعة، وأعرف تماما أن هذا القانون يخالف ما جاء في اللمعة الدمشقية. لا أستاذ، لا كتاب اللمعة ولا المكاسب المحرمة ولا البيع ولا كل كتب الفقه ولا الرسائل العملية ولا مطولات الكتب الفقهية في جانبيها الفقهي والأصولي عارضت الدستور. أكو فرق بين الدستور والقوانين. الدستور دائما وفي كل العالم العربي النص الدستوري اللي صوت عليه الشعب لا يمكن أن يخالف ثوابت الإسلام أطلاقا. لا يوجد دستور في العالم العربي خالف الإسلام. نعم، احنا عندنا قانون يشتق من الدستور، وعندنا قرار يشتق من القانون. في هذه المساحات اجتهدت الأنظمة العلمانية وحاولت أن تطمس القوانين، أما النصوص الدستورية ما قدرت تتدخل بها، لأنه أقدر أجزم أنه لن تجد في مساحة العالم الإسلامي نصا دستوريا أقره الشعب وصوت عليه فيه مخالفة شرعية واضحة فيها يحل حراما ويحرم حلالا. نعم دكتور، نعم، عفوا، خلينا نرجع أنا أتوقف عند هذه النقطة حقيقة، ولكن أرجع إلى موضوع ومحور الحلقة، ما هو شكل الحكم الإسلامي؟ يعني إحنا نعرف أكو نظام ملكي، نظام سلطنة، نظام مدني، نظام أنا ديمقراطي. هذا السؤال لأول مرة أسأل عنه في الإعلام وفرح به حتى يترك لي مساحة أن أتحدث عن شيء مهم. تفضل.
احنا قلنا دولة المعصوم شكلها انه دولة معصوم، دولة تنزيل، دولة كل ما يقوله المعصوم يجب طاعته ولا نقاش فيه، تات في زمن النبي وفي زمن التشريع الحقيقي الواقعي المطابق للواقع مو ظني، انتهت. أما فيما عداه وهي دولة ولي الفقيه هي شكل النظام ما يلي يا أستاذ، يحتاج مقدمة صغيرة. تفضل. الإمام الخميني انتصر وانهزم الشاه وانهزم الدستور الشاه وانهزم النظام العلماني، كان بإمكان الإمام الخميني أن يكتب مسودة الدستور ويعرضها على الشعب الإيراني، ما حد يقدر يخالف الإمام. لماذا؟ لأنه يقول أنا ما فرضت عليكم، أنا دا أقترح مسودة وياي أنت بلي، روح خذوها للبرلمان ادرسوها، وورا ما يدرسها البرلمان أو اللجنة البرلمانية القانونية عرضوها على الشعب على التصويت، ما فرضتها، تقدرون ترفضوها وتقدرون تقبلوها، تقدرون ترفضون بعضها تقبلون بعضها، فماكو مجال للتشكيك اللي منعت الإمام أن يكتب المسودة. ثانيا، قضية ثانية، أنه الإمام هو شنو شغلته؟ هو يكتب رسالة عملية، يكتب في الطهارات ويكتب في الوضوء وفي الصلاة وفي الصوم وفي البيع والشراء والسقاية والمضاربة والمعاملات كلها والحدود والديات، وهي وحدة من المعاملات، النظام السياسي وطبيعة العلاقة بين المؤسسات الدستورية والدولة والعلاقات الدولية، يكتب الدستور، هاي مهمته، هذا جزء من التشريع، غاية ما هنالك باعتبار دولة ما يفرض على الناس. لكن مع المعذورية الكبرى لدى الإمام ما كتب هو المسودة ولا تدخل بها أطلاقا، وانتدب حوار شارع طهران شارك فيه العلماني والعلماني الليبرالي والإسلامي والنصاف الإسلاميين والمعممين والحوزويين والجامعات والشهيد بهشتي وكثير من المفكرين، أنتجوا هذه المسودة عرضوها على الإمام بحيث هو ما يدرب صلاحيات اللي حددوها إليه، فلما نطلع عليه قال أني أعلم أن صلاحيات ولي الفقيه هي صلاحيات واسعة تساوي صلاحيات المعصوم في حال غيبته، ولكن هذا ما أقره الشعب فأنا بموجب هذا أمضي له. إذن هذا هو الحكم الديمقراطي وليس الدكتاتوري. لو دكتاتوري كان كتب المسودة وفرضها على الشعب ومررها ويقبلها الشعب وتنقبل جزء من الرسالة العملية، لكن ما تدخل بهذه القضية حتى لا يقال أن المنظومة الإسلامية الشيعية بالخصوص هي منظومة دكتاتورية كتبت بخط الإمام وبفقه الإمام الخميني، باكر يجي فقيه ثاني يرفضها، باكر يجي فقيه ثاني يجتهد عليها، باكر يقال ان هاي من عنديات الامام الخميني، هذا مو نتاج امه، لا، ترك هذا المجال للامه فهي عين وقلب الديمقراطيه. اضرب لك مثل استاذ، تعطيني مجال لو خلص. بلي تفضل. شوف احنا عندنا الدوله، مفهوم الدوله لها تفسيرين. مفهوم الدوله هل هو ظهر الدوله متى ظهرت الدول؟ يعني انت روح للتاريخ البشري 1648 تقريبا ظهرت اسره ونمت هاي الاسره، لو لا بسبب النظام القبلي، لو لا مثل ما فسرها جان جوك روسو انه تنازل الضعفاء للاقوياء تنازل مرحلي مؤقت بلي. فنشأ نظام ديمقراطي لانه تنازل مؤقت وينتخبون بعده، وكانوا هذا يقيمون في نظام الروماني لو تنازل مطلق كما يقول في هوبز في كتابه التنين. اجتهادات مختلفة تبحث في الدولة وصلاحيات الحاكم. الإمام الخميني يقول لا نظرية التنازل المطلق ولا التنازل الجزئي، هناك تشريع إلهي احنا نطبقه، ما نجد فيه نص نعمل بهذا النص، وما لا نجد فيه نترك ومنطقة الفراغ يقرر الفقهاء والأمة، وقرار الأمة مثل ما ضربت لك مثال على أنه لابد ويجب الأخذ به إذا توافقت العقلاء عليه، كما في نظام المرور، في نظام المصارف، في نظام ملاح الجو، في أي نظام من الأنظمة اللي ما بيتعارض تنظم حياة الناس. جيد دكتور، أصل التشريع بالنظام الإسلامي هو أن الله ينصب خليفة، وهذا يعني لا يتدخل به الشعب بشكل من الأشكال، ويظهر من هذا الأمر أنه لا وجود للنظرية الديمقراطية في الإسلام. الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة خلى آدم،
الله سبحانه وتعالى دز الأنبياء، دز النبي محمد ونصب علي بن أبي طالب من بعده، لا يمكن أن يتدخل البشر بتنصيب الخليفة. ليش إحنا نقلنا إلى موضوع يعني ليش تماشينا وتماهينا مع الغرب وقلنا بالديمقراطية؟ لا شوف، لعله الغرب لو قال بغير الديمقراطية إحنا هم لوين عنق الأحاديث وجبناها للنظرية الأخرى اللي طرحها الغرب. لا، نحن والديانة اليهودية والديانة المسيحية وكل الديانات حتى الديانات الأخرى نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا. نعم أكو مساحات بالاختلاف، ونعتقد أن نحن كمسلمين سنة وشيعة أن الله أرسل 124 ألف نبي مرسل ونبي وصغير وكبير، وأرسل معهم شرائع. ومهمة الله سبحانه وتعالى يوكلها للأنبياء على قاعدة التبليغ، ولا يجوز القصاص قبل الجناية، والمجني بريء ما لم يأتيه تبليغ من الله سبحانه وتعالى. بموجب هذا يا أستاذ أن الله أرسل الأنبياء ويجب علينا طاعته. سواحد يسموها الغرب ديكتاتورية حينما يقول الأنبياء هذا زنا يعني زنا، وحينما يقول هذا يجوز يجوز، ولا يجوز حقوق الوالدين لا يجوز حقوق الوالدين، أكل مال اليتيم، غصب الفقراء إلى آخره، نصوص يجب طاعتها. أريد أضرب لك فد مثل أستاذ بلي. شوف أستاذ، بالمقدمة أقول كل ما يقره الله تجب طاعته. اشتردون سموه الديمقراطية، ثيوقراطية، ضد الديمقراطية، ديكتاتورية. لا خلنا نسميها ثيوقراطية أفضل. شو سميها سميها، لكن تدري أنت بالواقع حتى الذين ينتقدون هذا المنهج أن الله يقر قرارا ويقر شريعة ويرسل النبي ليبلغنا بها ويجب علينا طاعته، هاي مو ينتقدوه، هم بالواقع ما يقدرون يخالفوه. الآن بالمنظومة السكانية البشر تعدادهم 7 مليار، هل سمعت هاي 7 مليار ومئات المليارات اللي سبقت بالقرون السابقة واللي وصلنا تاريخها حتى ما قبل 6000 قبل الميلاد؟ كل الديانات تقول الزنا حرام. هل أتى أحد أباح الزنا في الدستور؟ أتكلم لا تحكي لي على حالات شاذة ومنظمات متبنية حالة إباحية أو حالة شاذة في قرية في قوم في دولة في نعم كذا. نعم موجود لا لا هذا الآن الغرب أسس أستاذ. موجود بلي، الواضح الآن الغرب أسس لأكثر ما هو من الآن الزنا. الغرب أسسه الآن الغرب، أنا أحكي عن المنظومة الاجتماعية الكبرى. الآن بالهند ما عندهم هذا الدستور، وهي 11% من سكان العالم. الصين ما عندهم كذا دستور، وهي تشكل 23% من سكان العالم. أوروبا ما عندها هذا الدستور، أكو منظمات وأكو بعضهم. بعد هذا القانون زحف ووصل حتى إلى أوروبا الشرقية، واعترض الروس على قانون مثل الجندر اللي إحنا بفضل حقيقة رجال. لا فشل استاذ أرجوك، الجندر فشل. إش قد أوروبا دعمته وإش قد تحدثت به، وإش قد بالتالي موجود على مستوى التنظير، وهو مخالفة واضحة للشرائع السماوية الثلاثة. أنت لا تحكي لي على ظاهرة عمرها 20 سنة، عمرها أي 20 سنة، أنا أتكلم عن ظاهرة تشريعية عمرها بعمر البشرية منذ آدم وحواء. أقول هناك بنسبة كبيرة تباني بشري على ما يشرعه الله، لأنه هو تشريع فطري مثل احترام الوالدين. هسه هذا في المثال هذا قد نجد بعض الاستثناءات في احترام الوالدين، ماكو تشريع إلهي وضعي خالف هذا التشريع. دكتور إلهي. اسمح لي أوقف عند نقطة مهمة جدا. نعم. قلت أن الشعب اختار نظام وعرضه وقعد المتدين وغير المتدين والعلماني والشيوعي والليبرالي وإلى آخره، وأساتذة الجامعات والمتخصصين من القضاة، ووضعوا دستور ووافق عليه السيد الإمام وأقر هذا الدستور ومضى. الكلام لو كان في هذا الدستور عقد اجتماعي عند الشعب مثلا للجندر، هل يوافق عليه الإمام؟ لا، شنو دوره هو أستاذ؟ وشنو دور الإمام؟ دور الإمام كل ما يقره الشعب؟ لا، هو الفلترة الكبرى. هو شنو دور المرجع؟ مهنا أنت تسأل سؤال. إذا رجعنا للديمقراطية دكتور. أستاذ، دور المراجع مثل دور الطبيب ومثل دور أي عالم الفيزياوي والكيميائي وعالم الذرة وعالم الذي يدرس في الفيروسات ويدرس في علم التاريخ ويدرس في علم الدين والأخلاق والكذا، هو مرجع، يسمى مرجع. مرجع أنت ولا شنو معنى مرجع؟
الآن عندنا مشكلة من نشأة فيروس كورونا، خذنا نبحث عن العلماء وعن مراجع الكبار في الطب وفي التخصصات في قسم العلوم في الفيروسات، حتى منظمة الصحة العالمية بموجبة سن قوانين وتشريعات وتفرضها على المنظومة السكانية العالمية، وهكذا مرجع الدين أستاذ. أما إذا تريد من مرجع الدين لأنه المجتمع قبل بشيء، لا، نقبل بما يقبله المجتمع وتباني العقلاء على شرط أن لا يتعارض مع الدين. هنا تظهر مهمة المرجع، يقول هذا لا، هذا مو مختصاتي، هذا نص إلهي أنتوا تتعارضوا. وأرجع أقول لك أكو نص إلهي لا يمكن معارضته، لا من نبي ولا وصي ولا إنسان ولا مرسل ولا أي واحد. وأكو منطقة فراغ هنا يترك للأمة أن تختار طريقها في إقرار القضايا العقلائية، والمرجع يلاحظها يقر أو لا يقر أو يحسن أو يهذب أو يشذب، مثل النبي من إجا ما وجده صحيح أقره ولا شلون أقر حلف الفضول. مثل النبي لما إجا دكتور، مثل النبي لما إجا، خلنا نوقف هنا. النبي الله سبحانه وتعالى دز قائد ورئيس وأرسل معه دستور، هذا واضح جدا. إذن لا يمكن للديمقراطية أن تدخل ضمن هذا النظام. أنا داز لك رئيس وداز لك شو اسمه دستور، وأنت مجبر على تطبيق هذا الدستور، وإلا أنت مخير بين دفع الجزية أو بين أن تعزر أو بين أن ترجم أو تقتل. ما أفهم، تتكلم عن الأقليات اللي يدفعون الجزية مو المجتمع. أنا أتحدث عن كل من يخالف هذا القائد وهذا الدستور. أستاذ هذا شيء تسأل على شيء هو أصل الرسالة الإسلامية وأصل حركة التاريخ وحركة. بالتالي ماكو مجال للديمقراطية. إحنا اليوم جاي نبحث للإسلام والديمقراطية. أستاذ المجال الديمقراطي أرجع أقول لك في منطقة الفراغ، في منطقة النص ما عندنا ديمقراطي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، حلال رسول الله حلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام إلى يوم القيامة. النبي الله يخاطبه بمعزته وحبيب الله، لو تقول علينا بعض، والبعض ما معلوم يجوز قد حرف الجر يغير بالناس، لأخذنا منه بالوتين. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. القرآن كله يقول يا بمعيار الجنة والنار هو طاعة تعاليمي. هذا الناس، أنا أقول لك حديثنا يجب أن يكون في منطقة الفراغ. جيد دكتور. نعم. في منطقة الفراغ لا توجد مشكلة مع وجود نظرية ولاية الفقيه، لأن للولي الفقيه ما للمعصوم، وهو يقرر بحسب الصلاحية التي منحتها السماء للنبي، ونزولا إلى الأئمة إلى الإمام المهدي، والإمام المهدي هو الذي منح الصلاحية للولي الفقيه. أنا أتحدث في غير ولاية الفقيه، نقع في إشكالات كبيرة. لا ابدا ما توجد اشكاله. شوف استاذ، معنى ولايه الفقيه، انا كنت القي محاضره على يعني كان طلاب جامعات عندهم مخيم صيفي في شمال طهران، محاضره فدار هذا الحديث عن الولي الفقيه. قلت لهم انا استخدم هذا الاسلوب وياهم، قلت لهم كلمه شيلوا فقيه خلوا بس كلمه ولي. كل الكره الارضيه سكانها يمارسون نظام الولي والولاية، وإلا أمريكا من تنتخب رئيس من ذاك الأزمان إلى اليوم كم رئيس، والانتخاب ولي يدير الأمور بموجب الدستور. غاية ما هنالك احنا ايضا ننتخب ولي في منطقة الفراغ، ولكن نحن نعتقد هذا الولي اللي ننتخبه، شوف نحن نمارس ما يمارسون في كل الأنظمة الديمقراطية بالعالم، هي تنتخب ولي. اخي احنا بننتخب ولي، غاية ما هنالك نحن نشترط في الولي ان يكون عارفا بالنصوص ومناطق الفراغ، ويحرز فيه قدر من العدالة، مو اكثر من هذا يا استاذ. هذا هو النظم السياسية بالعالم كله، فنحن اكثر منهم ضمانا لتأسيس الديمقراطية ولاحترام حق الشعب، ولألا يتعارض حق الشعب مع حق الله سبحانه وتعالى في السماء، ولتحقيق العدالة، وان يكون الرئيس الاعلى المشرع اللي هو الولي الفقيه محرزا للعدالة. فنحن أهل الديمقراطية حقيقة في منطقتي الفراغ وفي منطقة النص. في منطقة النص لا يمكن الحديث في الديمقراطية، هناك شرع إلهي نتبع خلاص. وين الديمقراطية إذا قال حرمة السرقة؟
إلى آخره. هذا ما بي مجال. نحن نتكلم في منطقة الفراغ اللي بيها اجتهادات وبيها إشراك لمساحة الأمة في رأيها بالقدر العقلائي. هنا نجد أن الديمقراطية الإسلامية ما عمله الإسلاميون وطبقوه هو أكثر بكثير من النظام الغربي. بدليل هاي إيران قدامك، ذبحت يا شعب واحتلت يا دولة ويا منظومة مثل داعش دعمتها ويا إرهاب اللي قومتها ويا مشانق اللي سوتها بإيران. وروح للنظام الغرب الأمريكي الذي يدعي الديمقراطية وشوف ايش قد قتل وفسد وايش قد سرق وايش قد اغتصب أراضي علنا. وهاي غزة خير شاهد، واليمن والعراق والحروب، وتاريخ أمريكا 146 حرب وانقلاب واحتلال و650 قاعدة كبرى وربع جزيرة أوكيناوا بيد الولايات المتحدة الأمريكية ونشر الإباحية وتعطيل الفكر والإنسان، نهب 46% من ثروات شعوب المنطقة لصالح أمريكا. هي هاي ديمقراطيتهم اللي ندافع عنها؟ فنحن لا في مجال النص ولا في مجال منطقة الفراغ توجد لدينا جيد مصادرة للديمقراطية. دكتور خلينا نقف عند نظرية منطقة الفراغ. نظرية منطقة الفراغ تتحدث عن أكو تكاليف خمسة اللي هي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والمباح. هذه التكاليف الوجوب والحرمة لا يمكن الحديث عنها. عندنا ثلاث تكاليف أخرى اللي هي الاستحباب والكراهة والإباحة أو والإباح. هذه يمكن للولي الفقيه أن يتجول في هذه المنطقة. جيد، في بعض الحالات نلقى الولي الفقيه قد يصل إلى مرحلة يحلل حراما للضرورة. أنا ما عندي أي مثل يستحضر حتى أجاوب أنه الولي الفقيه في المناطق الثلاث غير الحرمة والحلية أنه أجاز شيء مخالف. بالعكس، نجد أن الفقهاء يلتزمون في حتى على مستوى الاستحباب يلتزمون به ويتجنبون القضايا على مستوى الكراهية. جيد، فاسمعني أحكام، اسمعني، حتى في مجال في مجال السياسة فضلا عن العبادات والمعاملات. أنا أجيب لك مثال. الأحكام الشرعية من التعزير والجلد والقطع وما إلى ذلك كلها متوقفة. لا، ما متوقفة أستاذ، أرجوك ابدا. الان تقام في الجمهوريه الاسلاميه لكنها تقام ضمن احكام. اضرب لك مثل، انت الحكم الاسلامي مثلا الزنا، مو بلي خب مو يتوفر لازم بالزنا الشهود، خصوصا اذا كانت للشهود مواصفات ومحدده في كما ذكرت في كتب الفقه في اللمعه في غيره، وأن يأتي أربع شهود وأن يروا الميلة في المكحلة وأن يتحد الزمان، أن يتحد المكان، أن يتحد الظرف، أن يتحد كل هاي الأمور. إيران لما يجي القاضي ويلقى هاي الشهادات كلها مقدوح بها، عود شرد يطبق من عندها يا أستاذ؟ وين تتوفر هذه القضايا أنه يأتي أربع شهود؟ هو الإسلام يريد يعقد هذه المسألة حتى يخفف العقوبة على الآخرين. هكذا في قضايا المحصنة إذا زنت، نعم يجوز بداية الجمهورية الإسلامية بعض الأشياء التي ثبتت هاي اللي تتسأل عنها، أقيم الحد بالأمام الناس لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كلمة طائفة في الميزان من 1 إلى 40، مو يشترط إلا لمن علينا مدينة يزد أو النجف الأشرف كلها. أرجوك طائفة حتى لو واحد، ويكفي الشرط الحارس هو يجلد، وأنا أدرك أحكام تأديبية من هذا النوع، والحاكم يخفف إذا كان غير محصن وعليه جلد يقدر يخفف. هذا إذا كان الحاكم فقيه قد نصل إلى مرحلة. كل الفقهاء، إذا أضرب لك مثل في إيران، لأن هي تدعي دولة إسلامية، كل الفقهاء في إيران وكل القضاة في إيران يدرسون الفقه الإسلامي. وأنا أتحدث عن الولي سيدنا. الولي طبعا الولي فقيه. جيد، إذن هل ممكن أن نشهد أن وليا غير فقيه متفقه؟ ولي غير فقيه هي نص 90% الكرة الأرضية هي ولاية بلا فقهاء. هاي أوروبا كلها ولاية بلا فقهاء.
وهذا فرق ان يكون مجتهدا جامعا للشرائط مسلما باجتهاده. لا هذا هو اللي فقيه استاذي. وفرق ان يكون هو دارس للفقه ومتعمق بالفقه. لا دارس متعمق. شتان ما يومي على كورها ويوم حيان اخي جابر كما يقول امير المؤمنين. لا هو ماكو مقسم ثالث. هو اما ولي يدخل به حتى صدام كانت له ولايه هسه قسريه دكتاتوريه انقلابيه عسكريه سلبيه كذا هو بالنتيجه له ولايه لتسيير الامور غربيه بالنتيجه اكو ولايه لكن من تقول فقيه هذا المقسم الثاني ولا ثالث يبقى هذا ايش قد درجه علمه اجتهاده قدرته تصديه هو متصدي لولا عنده قدره اداريه لولا قدره فقهيه لولا متجزئ مطلق بالنتيجه هذه ولايه ولاية فقيه. نعم نحن نشترط في ولي الفقيه السعة الأعلى في العلم والقدرة في الإدارة والخبرة وكل هذا بس من نتيجة ما دونه في العلم في الكذا يتمكن أن يكون من الصنف الثاني غاية ما هنالك أنه مؤهلاته تكون أدنى من المتمكن. باختصار هل يمكن أن يكون فقيه ولي فقيه نعم. وهو ليس بفقيه؟ لا يمكن ولي الفقيه الا يكون فقيه وجامع للشرائط ومقر ومعترف له في الحوزه وبشكل رصين ومن كبار الفقهاء بالعلم والاجتهاد في مجالي الفقه والاصول. والان اخر يعني الموقف في الجمهوريه الاسلاميه بعد الانتخابات الاخيره لمجلس الخبراء تم تشخيص ثلاثه مهمتهم هم من اهل الخبره والعلم والفضيله والاجتهاد ان هم يشخصون من هو المؤهل لان يكون بديل الامام الخامنئي كما درس في مجلس الخبراء من هو بديل الامام الخميني وهو السيد الامام الخامنئي وعندهم شروط يتفقون عليها ومواصفات هذه تنطبق مع الاسلام ومع العلميه ومع القدره ومع الاداره ومع المعرفه ومع السعه ومع المؤلفات والعداله وشهاده اهل الخبره به كل هذه بموجبها يتم التعيين هذا هو الولي الفقيه. جيد ما ادري انا ما اريد اتكهن ولكن يعني اسال سيدنا ما المانع يعني ما المانع ان يكون وليا متفقها ويسير على نهج الفقهاء وليس بفقيه؟ ما يمكن هذا مصدر تشريع أعلى في الأمة ترده مسائل من وزارة الدفاع وهي حساسة ومهمة وتأتي من الجهاز الاجتماعي ومن الجهاز البعث تأتي من هو في المصارف ودير دولة وفي هذه الدولة مسائل فقهية حادة وفيها اختلافات ومو قضايا أفراد ويستفتى عن طهارة وعن وضوء عن أحكام شرعية وعن قضاء عن صلاة إجارة عن صوم عن موجبات الأفطار عن موجبات الاغتسال الغسل الأكبر الأصغر الآن يتكلم عن دولة يا أخي نضرب هاي الدولة لو لا يدرسها وفق الشريعة وفق المصالح الإسلامية أي سلاح نستخدم وفق قاعدة الضرر والنفع فقيه يدرس وزارة الدفاع تريد تصنع هذا مثلا القنبلة الجرثومية شو رأي الفقيه بالدرجة الأساس لذلك السيد الخامنئي يتحدى أمريكا يقول لهم ما عندنا قنبلة نووية أنتم مانعيننا من النووي السلمي أرسل رسالة أو أوضح إيضاح الإمام أنه استفتوني في هذا الأمر فأنا حرمت القنبلة النووية لأنها بالشريعة الإسلامية حرام لأنها تستهدف الأبرياء ولا تستهدف الأنظمة والمؤسسات الكبرى كما حصل في هيروشيما وناغازاكي وقال أن السلاح النووي لم يحمل أنظمة بدليل روسيا انهارت عفوا الاتحاد السوفيتي انهار عام 91 تشيل الكلام الأمام الخامنئي وهم يمتلكون تقريبا يعني أكثر من دول الأوروبية من عدد الصواريخ النووية فهذا اللي مجال الفقيه أنت شلون عند قصور في العلم وعدم قدرة وعدم تمكن وانت تخليه يدير دولة بكامل أسئلتها ومشاكلها. جيد يعتمد على غيره من الفقهاء في مسائل الفقه تحديدا ويكون هو له القدرة على التنظير في مسائل إدارة الدولة ونظم شؤون الأمة. شوف هاي عندنا نظرية الشورى أستاذ إذا وصلنا إلى نظرية الشورى مرة عندك مسألة فقهية فالإمام الخامنئي بطبيعته يحيلها إلى لجنة الاستفتاء
اكو قضايا تختص بفقيه واحد لا يمكن الاختلاف فيها في الرأي، وإلا الأمة تتمزق أو تتأخر أو تختلف ويظهر هذا الخلاف. من ليش ما صار عندنا خلاف في زمن المشروطة والمستبدة؟ هي أصلاً عطلت الأمة الإسلامية الخلافات. هو لو 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 بالمجالس الشورى بيها خير شاء الله أرسل 5 رسل وقالهم أنتوا روحوا تعاونوا وقود الأمة. لا، إنما يحصر إنما أوليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما أداة الحاصر الواحدة. ولي الفقيه يجب أن يكون واحد حتى تجمع الأمة على رأيه. وانت تصور 5 فقهاء اللي هو السيد الخامني مثلا عينهم، وهو في عرضهم وفي طولهم وهم اللي ينتجون اخبار، فاذا اختلفوا الامه تاخذ منين استاذ؟ بالنتيجه هذا النظام السياسي انت عندك، عندك قضايا حساسه وعندك قضايا حاده وعندك قضايا يتوقف عليها مستقبل الامه، اقتصاد الامه، الحرب، السل. الاستاذ السيد محمد صادق الهاشمي كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج الدين والدنيا، شكرا لك. حياكم الله وادعوه، واشكر قناه الايام أن هاي المعلومات أو هذه المواضيع المهمة عن ولاية الفقيه، عن الإسلام، عن التشريع، عن كذا، مهم جدا، ولا للأسف تنشغل كل القنوات في الجانب السياسي وتترك الفكري. شكرا جزيلا لك دكتور، على أمل لقاء بك في حلقات قادمة. إلى ذاك الحين أستودعك الله وأسرعيك، كذلك شكري موصول لكم أحبتي لحسن الإصغاء وحسن المتابعة. ألتقي وإياكم إلى ذاك الحين في أمان الله وحفظه.